واللي عند ربنا ابقى مبلوصه. ابو صبري في ايه؟ ابو صبري ابو صبري ابو سيدك ابو سيدك غير في ايه يا بنت مالك؟ في ايه؟ عايزه بتقتل والحكومه بتدور عليا. طب الحكومة هتدور عليك ليه؟ انت عملت حاجة؟ ما عملتش وزيد الوروري ما عملت حاجة. امال خايفة ليه ما دام ما عملتش حاجة؟ الأمر ما يسلمش وأنا كنت شغالة معاه، يبقى أكيد رجلي هتيجي في التحقيقات. وبعدين هو قبل كده اتبلى عليا وقال إن أنا اللي عملتها، يبقى هيجيبوني هيجيبوني ويسألوني. شفتي بقى؟ أدي أخرة الماشي في السكة العوجة. وهو يعني كان بخاطري. خلاص بقى يا عم صبري، سيعانك انك بتداريني عندك اليومين دول لحد ما الحكايه تخلص. عم صبري انا ملياش غيرك. هي بنتي في ايه؟ وانا رحت فين يعني؟ تعالي تعالي يا ضنايا اقعدي معايا في اوضتي. ان شاء الله يخليكي يا خالتي يسترك زي ما هتستريني. قلبي عندك يا طنط، بس ان شاء الله لولا هتخرج منها. هتخرج منها ازاي بس؟ ده احنا حتى لسه ما قومناش محامي. ما ينفعش تسيبه لولا كده يا طنط. على مو ما تقلقيش، انا كلمت ابن عمي وهو محامي شاطر قوي قوي، وكل المطلوب منكم ان انتوا تعملوا له توكيل. والنبي يا بنتي غلبتي مع اولادي، ما حدش فيهم عاوز يساعدني. لا يا طنط ما تقوليش كده، ده عمر جدع وحنين قوي كمان، هو بس تلاقيه مش عارف يساعدها ازاي. حنين وجدع قوي؟ ايه يا بنت الرقه دي؟ انا عملتلك شاوي يا عفه عشان تفتكري الجمال. مخبي عينينا الجمال ده كله فين؟ ربنا يخليك يا طنط. قولي له سيبك بقى من ملك والعبط اللي في دماغك ده، وبص قدامك زي القمر اهي وباين عليها بنت ناس مستورين. ايه يا عفه في ايه؟ هتشبطيها اكتر ما هي شبطانه. شبطانه؟ اه شبطانه بكتافك دي. ليه ان شاء الله؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اوافق عليك اصلا بطريقه كلامك دي ولسانك اللي عايز يتقطع؟ حلو قوي، طب اغير طريقه كلامي وتوافق عليا؟ في الحاله دي افكر. يا ده انت سهله قوي سهله. انت تنح قوي. يا ساتر يا رب، مين اللي بيخبط بالطريقه دي؟ ما هو الخير على قدوم الوردين يا شيخ. ربنا يستر. انت عمر لحلح؟ ايوه يا فندم. في ايه؟ اتفضل معانا، انت مطلوب القبض عليك. ليه؟ انا عملت ايه؟ انت متهم بقتل عيسى من لبان. انا؟ في ايه يا عمر؟ في مصيبه، فكرت بس اخطبك متهم في قضيه قتل، اما لو كنت خطبتك فعلا. احنا هنحكي يلا. طب فهميني عشان اقدر اقف جنبك واساعدك. افهمك ايه؟ وبعدين ايه الدخله اللي انت داخلها دي؟ وطي صوتك لحسن بلبله تصحى. انت اللي عملتيها مش كده؟ عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انت اللي موتتي هيثم. انت عايز تلبسني مصيبه وخلاص؟ عايز تطلعني قتلت قتله؟ بقول لك ايه يا ام بلوزه؟ الله، ما انت سبق وعملتيها قبل كده. ايوه كانت ساعه شيطان وراحت لحالها، انما دلوقتي انا مش مصدق. تصدق ما تصدقش، انت حر يا اخي. انت ايه؟ هتعمل لي محكمه ونيابه يا اخي؟ ما تخنقنيش واسكت خالص. امال خبيتي بلبله عندك ليه؟ مروه، انسانيه، جدعانه، ولا انت عشان خايف من عيالك عايز كل الناس تخاف؟ توكس وكفي على خيبتك مجور واسكت. الرجال قال اهي دفعتك في الكلام دي اللي مشككاني فيك اكتر. تشك بقى ما تشكش، انت حر يا عم. خليك في حالك وانا في حالي. ام بلوزه ياه، اخنوني بقى اكتر ما انا مخنوقه. ايه مستصر فيها شويه الهوا اللي انا بشمهم؟ ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سراج في جديد؟ ده تقرير البحث الجنائي. ايه ده؟ معقولة؟ انا برضو استغربت، البصمات اللي موجودة في الشقة بصمات اتنين ستات. وهيثم اتخدر قبل ما يتذبح؟ اتحط له مخدر شديد في القهوة. اه شغل حريم، لازم يخدروه عشان يقدروا عليه. معرفتش البصمات دي بتاعت مين؟ في بصمه من البصمات اللي موجوده بتاعت واحده ست مسجله اداب اسمها عزه. حلو قوي. عزه دي بقى عايزك تشتغل عليها يا سراج، عايزها باسرع وقت. طب واللي اسمه عمر ده اعمل فيه ايه؟ شوفه لو عنده حاجه تفيد ماشي، ما كانش خرجه. تمام يا باشا. اتاخرت عليك قوي. انا عمري ما استنيت حد الوقت ده كله، خمس دقايق كمان وكنت هقوم اروح. عموما لما تعرف انا جايباك ليه مش هتندم ان انت استنيت. خير؟
نسمع. الأول كده أنت استفدت إيه لما شايلتني المادة؟ أنت كنت عايزة تضربيني على قفايا وأقول لك شكراً؟ بس إحنا زدنا شوية ها؟ لفينا لفة حلوة قوي بعد الجواز. فكك بقى من اللي في دماغك ده. أنا دلوقتي معايا فلوس وأنت بتبيع امتحانات. هتبيع وتكسب ولا هتوجع دماغك على الفاضي؟ لا أبيع طبعاً. بس الدكتورة فريدة مقرطة قوي على الامتحانات اليومين دول. يعني هتتكلفي جامد. قولي كده حسبة 10 في قصدك واحد؟ تمام. صرف نفسك. ولو عرفت تجيب الامتحان أنا وفلوسي موجودين. برضه الفلوس أحلى. ما تتلم يالا. يعني إيه ما تعرفوش؟ أمال اتخانقتوا مع بعض ليه؟ يا باشا كلمة اتخانقتوا دي سعادتك تقولها لما يكون اتنين اتخانقوا وضربوا بعض، أنا اتضربت بس سعادتك. آه فشلتها جوه نفسك وقلت بقى إزاي أنا اتضرب من واحد زي ده؟ والله أبداً ولا على بالي، ثم سعادتك يعني هو ده أول ولا آخر واحد هيضربني؟ الراجل كمان جالي البيت عندي واعتذر لي، أعمل إيه؟ ده أنا كنت مكشوف منه والله. وأنتوا اتخانقتوا قصدي ضربك ليه بقى؟ عشان بنت خالتي. هو عاكسها؟ لا هو افتكر إن أنا عاكستها، تخيل. أنت شكلك لابط يالا وهتوجع قلبي. يعني انت تعاكس بنت خالتك وهو يدافع عنها؟ سعادتك هو الموضوع ملعبك ومحدش فاهم حاجه، بس انا هحكي لك القصه من اولها لو اديتني فرصه. احكي. طب في نسكافيه في الاسم ولا؟ في يا حبيبي. طب انا اخد واحد. يا حامد هات له واحد. واحد نسكافيه. مساء الخير يا ست نجاة. ايه اللي جابك هنا؟ ايه ما كنتش عايزاني اجي ولا ايه؟ مش هتقولي لي اتفضلي؟ تعالي تعالي نقعد بره في الهواء احسن. خير دكتوره فريد اهلا اتفضلي. لا خلينا في الهواء احسن. منى روحي لابوكي في المطبخ. هو احنا مش متفقين ان انا ما اروحش ولا انت ما تروحيش؟ من غير مناهده منى روحي لابوكي الراجل لوحده. طب معلش يا دكتوره فريد هروح اشوف بابا وارجع لحضرتك على طول. اتفضلي يا حبيبتي. خير يا دكتور عاوزه ايه؟ انت مفاتيح الحكايه كلها معاكي. لا مفاتيح ولا قفل. انت جايه ورايا ليه؟ عشان تقولي لي اللي تعرفيه عن عيشه. ما اعرفش عنها حاجه. انا رحت لطارق اللي كان متجوز ملك والحكايه كلها بقت واضحه. مفيش حاجه اسمها عيشه وملك هي اللي كانت بتلعب على ياسر. ملك اللي القطه تاكل عشاها تلعب على اخوكي. طب دي اتطلقت من جوزها عشان خايفه يقرب منها. امال ازاي كانت مخطوبه لياسر وهي متجوزه طارق؟ دي مش ملك دي عيشه. عيشه اختها. نزلي نزلي حامد وانت قدامي. حرام عليكم لو عملتش حاجه. حرام عليكم. بتعملي اللي عامله طول ما عملتيش حاجه. حرام عليكم. وانت قدامي والله العظيم ما عملت حاجه. ما تحلفيش. خش قدامي والله العظيم مظلومه. ما تمسكي نفسك يا بنت. وانت قدامي لا